بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. ومعلش يا جماعة الناس اللي زعلانة منينا والله بالنسبة لسوق ضراو ما عرفناش نغطيه امبارح، فسامحونا والله، يعني كان عندنا كده يعني فرح كده في العيلة وعقبال عندكم جميعا يا رب، فسامحونا. بس النهاردة أنا جاي أعوضكم بالمنبع يا جماعة، المنبع بتاعنا ده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك أبو بلال؟ الله يخليك أبو. منور الدنيا والله. بارك فيك أبو يوسف. إيه أخبارك يا حاج؟ يكرمك حبيبي. أنت كده تضرب علينا يا حاج. ليه يا غالي؟ أه. يا عم إحنا يا دوب بنلقط بقيت لسه. ده المنبع يا جماعة ده. لسه يا عم هنشتغل على تقيل إن شاء الله. وأنا أقول الرأي كل سوق فين، كل سوق فين، أتري مرقد لحاجة تقيلة. مش لازم يا عم أحمد. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. بص يا جماعة. نراضي الزباين برضه. الله يوسع عليك أبو بلال. بص يا جماعة إحنا نفريكم على الحلويات. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة يا جماعة يعني الكاميرا بتضحك والله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تحصلنا بحسن أسسه الله. صلى على النبي. يا باشا ما انت المنبع عندي، بس عند انت المنبع مش حاج. هتلاقي عند حد زي كده. بص الله يوسع عليك. على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بص الطرف بتاع الخروف. تبارك الله. بص يا راجل بص الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. لا انت طلع كده، طلع كده واحد واحد كده، عايزين نفرج المشاهد يا باشا اهو. طلع لنا كده واحد واحد. ايوه صلى على حضرة النبي. عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. شايفين العمة يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. والله حاجات تفتح النفس يا جماعة. شايف الطرف بتاع الخروف؟ تبارك الله تبارك الله. عايزة كلام. الصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. شايفين العينة يا جماعة؟ ده البرديس يا جماعة اللي احنا بنقول عليه. ده البرديس اهو. وادي اخوه اهو يا حجة. ادي البرديس اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا اخوه الثاني اهو. بالصلاة على النبي تبارك الله. شايفين يا جماعة؟ الصلاة على حضرة النبي. الصلاة على النبي. شايفين الطرف؟ الله اكبر. وادي العمة. بالصلاة على النبي. لو قلنا العمر ابو بلال كم شهر ده يطلع؟ يعني ما بين من 4 لـ6 شهور. من 4 لـ6 شهور؟ بالصلاة على النبي تبارك الله. هذا يا جماعة المال بيتكلم عن نفسه. بسم الله ما شاء الله. يا سلام. يا تبارك سلام الله. يا تبارك. سلام يا راجل. والله الله انت يا راجل. الصلاة على النبي عليك. بص على الخروف. بص الله اكبر. بص عمة الخروف. الله اكبر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. شوف اللية بتاعت الخروف. تبارك الله. الصلاة على حضرة النبي. الصلاة على النبي. الله اكبر. مال معيش كلام. مال من الاخر. بالصلاة على النبي يا عم. وكذاب اللي يقول عنده الصنف ده. الله اكبر. كذاب اللي يقول عنده العمة دي. الله اكبر يا حج. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دول كامل عدد معانا حج. العدد معاك هنا 38 يا باشا. 38 كلهم ذكور ولا في ذكور ونتي؟ لا في انتيتين. في انتيتين؟ و26 خروف. و36 خروف. 36 قصدي العدد 38. ايوه. بالصلاة على حضرة النبي يا جماعة. هذا يا جماعة دول 38 حبل واحد، فيهم نتيتين وفيهم 36 خروف، العدد على بعضه 38. في نتيتين وفي 36 خروف. والمال يا جماعة بيتكلم على نفسه. بسم الله ما شاء الله. على فكرة يا جماعة أنا والله العظيم لما يعني إيه الواحد بينزل الفيديوهات بتاعت المال النظيف ده الواحد نفسه بيبقى فرحان يعني. ولا يا أبو بلال؟ صلى على النبي يا راجل. انت يكفينا تشريفك هنا. الله يوسع عليك يا حاج. يكفينا تشريفك ولاي مشاهد على عيننا وراسنا من فوق. الله يوسع عليك. اليوم مربيحنا خدامين. الله يوسع عليك. في اي مكان. الله يوسع عليك يا حاج. بفضل الرحمن يعني. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الحاج ابو بلال الالوان بتاعه يا جماعه كبومبو في السلسله. بالصلاه على النبي. بالله عايز ده خليط ابو ده خليط ابو دليك صح؟ ايوه. مع برديسي؟ مع برديسي يا باشا. الله ينور عليك. الصلاة على النبي. اهو يا جماعه ده خليط. هجيب زي الخروف ده. تبارك الله. هجيب 100 خروف. خلي بالك ابو بلال الخرفان دي يعني بتروح في الوزن بتاعها. بالصلاة على النبي. فوق الـ60 يا باشا. فوق الـ60؟ فوق الـ60. انت غلبان. لو كبر وخصم. غلبان والله. اعتبر فوق الـ100. فوق والله فوق الـ90 هو. خلينا في المعدول. بصراحة يا جماعه الاوزان دي احنا بنشوفها في سوق ضراو. فوق الـ80. بيبقى فوق الـ90 والله. ولما بيجي على الضحية بيبقى فوق الـ90. بالصلاة على النبي. مش تذبح على كده؟ على كده تذبح. هو مش عدى الست شهور؟ لا عدى 6 شهور. يذبح يا خال. بالصلاة على النبي. بس احنا برضه ايه؟ احنا بنقول نقول نقول تكمله بتاع الضحيه ده. بس اللي عايز يعرف للضحيه صح كده؟ نكمل للضحيه
هذا النوع موجود بالصلاة على حضرة النبي. انت قلت لي ارخص من كذا اجي. انت قلت لي في عرض ثاني النهارده كمان. في عرض ثاني ان شاء الله بالصلاة على النبي باذن الله. بس هنخلوه في فيديو لوحديه. لا ده فيديو لوحديه عشان احنا بص عايزين نمتع المشاهدين عشان انا ما صورتلهمش سوق دراهم والناس زعلانه مني بما يرضي الله. لا العرض الثاني ده فيديو لوحديه بس. فيديو لوحده ايوه بالصلاة على النبي تبارك الله. برضه دلوقتي ان شاء الله بالصلاة على النبي يعني هينزلوا ورا بعض الاثنين. هخش معك على العرض الثاني. تمام بسم الله ما شاء الله. هذا يا جماعه معانا هنا حبل قاني خرفان قاني فيهم نتيتين وفيهم 36 خروف العدد الاجمالي 38 راس او الاعمار بتاعتهم من 4 شهور لست شهور. وادي المال يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نرجع برضو بالكدر الورا يا جماعه عشان الناس تشوف المال كويس عشان في ناس تقول لك احنا بنزوم. لا احنا مش بنزوم. واللي يغنيك عن كده انك انت تاي وتشوف على الطبيعه ده افضل لك على فكره. اي حاج ان شاء الله النهارده اه مشيت الرحمن في بهايم ابو دليك نازله. في بهايم ابو دليك اوزان اه من 30 ل 45 من 30 ل 45 اي طلب احنا تحت امره. تمام بالصلاه على النبي تبارك الله. كل سن لباني كله لباني لباني او جوز اقصى حاجه اه تبارك. ما فيش عندنا اكثر من كده بالصلاه على النبي. لا تقول لي قافل ولا تقول لي معاه فرادي. تبارك الله عليك ابو بلال. واسعار حتبقى كمان تضرب السوق بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي تبارك يا رب ان شاء الله ياخذ مننا يدعينا ان شاء الله يا حي باذن الله. بالصلاه على النبي تبارك الله. احنا يا جماعه ايه يعني ربنا يكرمنا مع ابو بلال. احنا القناه يعني غرضها ان هي اسمها المزرعه وان شاء الله مع ابو بلال المزرعه هتكبر. هتبقى ان شاء الله مزرعه. الله يوسع عليك باذن الله. الله يوسع عليك. بالك احنا لسه يعني واخدين البيت ده جديد. ايوه حوش ده واخدينه جديد. ده مش حوش دي مزرعه يا حاج. ايوه لا ان شاء الله. بص يا جماعه دي لقطه من العرض الثاني اهو وبعدين بالصلاه على حضره النبي تبارك الله. العرض الثاني ده اقل شويه يا جماعه بس هناخده في فيديو لوحدي وسعره هيبقى اقل من ده صح؟ لا طبعا كل حاجه وليها سعر. كل حاجه وليها سعر. بالصلاه على حضره النبي بسم الله ما شاء الله. ندوكم لفه ثانيه يا جماعه قبل ما ناخذه ايه قبل ما ناخذ السعر عشان تبقى ايه عارف الناس اللي مكلمانا يا جماعه. يعني في ناس كثيره مكلمانا بما يرضي الله فالناس اللي احنا ما رضيناش عليها سامحونا بس كان معانا يعني مناسبه في العيله وكده. والناس اللي زعلانه منينا ما تزعلش منينا والله غصب عنينا. والناس اللي ما رضيناش عليها سامحونا يعني ايه معلش. دول يا جماعه 38 خروف خرفان بلدي على كليبي على رحماني خليط على برديسي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعه بصوا يا جماعه هذا الطرف شايفين. انا على ما اعتقد ان ما فيش خروف ما فيهوش طرف في دوله. ما فيش خروف ما فيهوش طرف اللي هو ابو دليك صح كده. كل الخرفان يا جماعه بطرف بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانا فرحان بالمال بما يرضي الله يا جماعه. انا فرحان بالمال. انا فرحان ان انا باجي بصور العرض ده والله. شايفين ماده الخروف. ورينا ماده الخروف ابو بلال يا باشا. احنا اهو ورينا ماده الخروف. ايوه ورينا الماده. الصلاه على حضره النبي. الصلاه على النبي. وريني اهم حاجه ماده الخروف يعني وعمه الخروف وطرف الخروف. هذه عمه الخروف بالصلاه على النبي تبارك الله. الطرف يا باشا وادي طرف الخروف يا جماعه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا رجل مش ب 3000 ده بالصلاه على النبي مش تبارك الله. ولا ب 25 يا عمي. اللهم صل على النبي. ولا ب 23 بالصلاه على النبي. مر بكامل يا عمي على 21. اللهم صل على النبي. انا لازم اضرب النهارده. اللهم صل على النبي. على 21 داير. على 21 داير. اللهم صل على النبي تبارك الله. فيهم خروف يساوي 3000. اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. داير يا جماعه على 2100 جنيه الحبل ده. داير على 2100 جنيه الحبل داير كله. هنمشوكم عليهم وهنشوفوا ايه بعد كده رقم التليفون. الصلاة على حضرة النبي بسم الله ما شاء الله. شوية مال من المال اللي شرف الخرفان دي عالية يا جماعة. الخرفان دي كبيرة. الخرفان دي غير العرضين اللي كنا قدمناهم قبل كده من عندي بما يرضي الله عشان واحد يبقى شهادة لله. الخرفان دي أعلى من كده. الخرفان دي فيها فوق الست شهور. يعني بصوا يا جماعة ده فوق الست شهور ده. أهو. وده فوق الست شهور اللي جنبه. بالصلاة على حضرة النبي تبارك الله. نحط رقم التليفون أبو بلال. والله في حاجة عايز أقولها أنا قبل ما تحط رقم التليفون. تفضل يا حاج. صلي على حضرة النبي. عليه الصلاة والسلام. أنا مش عايز أكسب فلوس. للصلاة على حضرة النبي. أنا عايز أكسب زبون بس.
بالصلاه على حضره النبي. عايز اكسب دعوه كويسه بالصلاه على حضره النبي، دعوه حسنه كده تنفع ليا ولعيالي. والله بص ابو بلال، اقول لك على حاجه ابو بلال، صل على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله المال لما بيعجب المشاهد، يعني المشاهد بيدعي لك قبل اي حاجه. الله يصلح حالنا. والحمد لله، الحمد لله احنا في مشاهدين بتحب شخصنا لله في لله. الحمد لله. لا شفناهم ولا شافونا. ما انت تتحب يا استاذ احمد. الله يوسع عليك، والله لا شفناهم ولا شافونا وبيدعوا لنا في كل التعليقات. وانا طالب من الساده المشاهدين تصلوا على سيدنا النبي في الفيديو، حتى يا جماعه لو ما عجبكمش الفيديو صلوا على سيدنا النبي، وان شاء الله ينول اعجابكم الفيديو باذن الله. باذن الرحمن. مش عايزين نطول على المشاهد؟ تفضل. نحط رقم التليفون؟ لا حط رقمك انت عشان معك رقم حساب. اه بتدبسني يعني؟ اها معلش بي. ماشي يا عم. طب بصوا يا جماعه، اللي عايز العرض ده يتواصل معايا. انا بالنسبه برضه ابو بلال حكى معايا، قال لي عشان انت تعرف عربيات الشحن وتعرف المواصلات وتعرف النولون وتعرف السواقين والكلام ده، فانا احط لكم الرقم بتاعي لحد اي حد عايز العرض ده يتواصل معايا. انا رقمي 010 15 420 713. هنقول الرقم تاني، 010 15 420 713. اخوكم احمد حلمي البحيري من محافظة اسوان، والعرض ده بنقدموه من مركز كابومبو بمحافظة اسوان عند الحج ابو بلال من مزرعة ابو بلال. بالصلاة على حضرة النبي تبارك الله. وفي نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك يا جماعة. الناس اللي داخلة جديد تشتري جديد، عشان ان شاء الله ابو بلال بيتكلم معانا ان كل يوم او كل يومين هيبقى في عروض، صح كده ابو بلال؟ ان شاء الله النهاردة في عرض تاني بإذن الله. الوقت في عرض بإذن الله مشيت الرحمن، بكرة الصبح بإذنك يا رب بدل اثنين يبقوا ثلاث عروض. الله يوسع عليك ابو بلال. الله يوسع عليك. وانا اقول الراي ما بتفوتش سوق يا اخي. اه طريق الله يوسع عليك. والله احنا بنحبك في لله في لله. الله يوسع عليك يا حاج. وفي نهاية الفيديو يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش في الصلاة على النبي في التعليقات يا جماعة، عشان ربنا يبارك في القناة ويبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.